بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر علاء الخضري ومادة الرياضيات. درس النهاردة المعدل. مثال واحد: يقطع قطار مسافة 210 كيلومتر في ساعتين، احسب سرعة القطار. يعني المطلوب المعدل. المعدل بيساوي المسافة اللي هي بالكيلومتر على الزمن اللي هو الساعة أو الدقيقة أو اليوم أو الأسبوع. يبقى بنقسم المسافة على الزمن. المسافة عندي كام؟ 210. يبقى المعدل بيساوي 210 على ساعتين، يعني 2، يساوي 210 على 2 بيساوي 105. أهم حاجة في مسائل المعدل التمييز الأخير. طب التمييز يبقى ايه؟ انا عندي ال 210 كيلو متر وعندي الاثنين تمييزها ساعة. هنكتب التمييزين بس بالترتيب. ال 210 اللي هي الكمية الأولى يبقى تمييزها هو الأول، كيلو متر. ساعة اللي هي الوحدة الثانية، يبقى كيلو متر لكل ساعة. يبقى الإجابة 105 كيلو متر لكل ساعة. كلمة لكل ده اسمه تعبير لفظي. لا، احنا مش هنكتب لكل، هنعمل مكانها شرطه، شرطه مايله. يبقى 105 كيلو متر لكل ساعه. يبقى هنستبدل كلمه لكل اللي هو التعبير اللفظي بتعبير رمزي اللي هو العلامه ايه؟ الشرطه المايله. يبقى نرمز لكلمه لكل بالرمز شرطه المايله دي، يعني اسمها لكل. مما سبق نستنتج ان المعدل هو النسبه بين كميتين من نوعين مختلفين. طب ايه الفرق بين المعدل والنسبة؟ النسبة برضو هي مقارنة بين كميتين بس من نفس النوع، انما المعدل من نوعين مختلفين. للمعدل وحدة قياس، وهي وحدة قياس الكمية الاولى لكل وحدة قياس من الكمية الثانية. لازم التمييزين يتكتبوا، انما النسبة ليس لها تمييز. مثال اتنين: تصرف اسماء 15 جنيها في 3 ايام، احسب معدل ما تصرفه في اليوم. هنقول المعدل وبنقسم الجنيهات على الزمن، 15 على 3. 15 على 3 بتساوي 5. ايوه 5 ايه بقى؟ طب نشوف ال 15 تمييزها جنيه وال3 تمييزها يوم. التمييزات دايما تبقى مفرد، يعني هنا بيقول 3 ايام، الايام دي جمع. لا، لما نكتب التمييز بتاع المعدل اخليه مفرد، اخليها يوم. يبقى 5 جنيهات لكل يوم. التمرين اللي بعده: تستهلك سيارة 15 لتر من الوقود لقطع مسافة 150 كيلو متر، احسب المعدل. المعدل بيساوي، هنقسم المسافة على اللترات، المسافة 150 على 15. 150 على 15 بتساوي 10. طب التمييز، اروح للتمييز بتاع ال 150. ال 150 كيلو متر وال 15 لتر، يبقى كيلو متر لكل لتر. يبقى الإجابة 10 كيلو متر لكل لتر. مثال 4: ماكينة ري تروي 10 فدان في ساعتين ونصف، احسب المعدل. هنقول المعدل بيساوي، وبنقسم دايما على الزمن، يبقى 10 على 2.5. 10 على 2.5 بتساوي 10 على 2.5 بيساوي 4. 4 ايه بقى؟ نشوف ال 10 تمييزها فدان وال 2.5 تمييزها ساعة، يبقى التمييز فدان لكل ساعة. مثال اللي بعده: مثال 5: تصب حنفية مياه 360 لتر في الساعة، احسب معدل كمية المياه التي تصب في الدقيقة الواحدة. نلاحظ هنا قال لي 360 لتر في ايه؟ في الساعة. طب والمطلوب الأخير في الدقيقة الواحدة، يبقى الساعة لازم تتحول إلى دقائق. طب الساعة فيها كام دقيقة؟ 60. يبقى هنقول المعدل بيساوي 360 على 60. جبنا 60 منين؟ الساعة بتساوي 60 دقيقة. 360 على 60 بتساوي 6. 6 ايه؟ أشوف ال 360 تمييزها لتر و60 دقيقة، يبقى لتر لكل دقيقة. المثال اللي بعده: مثال 6: ماكينة ري تروي 10 فدان في ساعتين ونصف، احسب المعدل. هنقول المعدل بيساوي
عشرة على اتنين ونص، عشرة على اتنين ونص بتساوي 4 فدان لكل ساعة. التمرين اللي بعده مثال 7، طابعة كمبيوتر تطبع 72 ورقة كل 4 دقائق، احسب معدل عمل الطابعة. هنقول المعدل بيساوي 72 في قد ايه؟ في 4 دقايق، يبقى بنقسم 72 على 4 بيساوي 18. التمييز الأخير، 72 تمييزها ورقة والأربعة تمييزها دقيقة، يبقى ورقة لكل دقيقة. مثال 8، ماكينة ري تروي 15 فدان في ساعة ونصف، احسب المعدل. المعدل بيساوي هنقسم 15 على 1.5، الإجابة 10، 10 إيه؟ فدان لكل ساعة. مثال اللي بعده، أيهما أفضل أن تشتري؟ 15 قلم بمبلغ 67.5 جنيها، أم تشتري 12 قلم بمبلغ 51 جنيها، ولماذا؟ إيه السبب؟ نجيب معدل الأول، معدل الحالة الأولى هنقسم 67.5 على 15، 67.5 نقسمها على 15. دايما لما يكون في فلوس بنقسمها على العدد، 67.5 على 15 بيساوي 4.5 جنيها لكل قلم. طب عايزين معدل الحالة التانية، الحالة التانية 12 قلم ب51 جنيه، يبقى نقسم 51 على 12، 51 على 12 بيساوي 4.25 جنيها لكل قلم. طيب أيهما تفضل أن تشتري؟ نفس الأقلام، بس في واحد بيبيع القلم ب4.5 جنيه، واحد بيبيعه ب4.25، يبقى طبعا السعر الأقل هو الأفضل، يبقى الأفضل شراء 12 قلم بمبلغ 51 جنيها لأن سعر القلم أقل من الحالة الأولى. إجابة صحيحة. إن شاء الله الدرس القادم حل تدريبات كتاب المدرسة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.